إذا كنت من محبي الفنانة مي كساب اضغط لايك حتى نعرف عدد محبي الفنانة. بأمر الطبيب مي كساب في راحة لمدة 3 أيام بعد عملية جراحية بعينيها. طمأنت الفنانة مي كساب جمهورها على حالتها بعدما أعلنت أمس عن إجراءها عملية جراحية في عينيها، حيث إنها عانت من مشكلة بها خلال الفترة الماضية، وقررت أن تجري العملية حتى تعود لمزاولة نشاطها الفني دون تعب. قالت الفنانة مي كساب: الحمد لله بيت أحسن وبخير، وهي كانت عملية بسيطة في عيني. ووجهت مي كساب الشكر لكل أصدقائها من الوسط الفني وجمهورها، مشيرة إلى أنها تلقت الكثير من الدعوات والرسائل من أجل الإطمئنان على حالتها الصحية. أضافت أنها خرجت من المستشفى في يوم العملية نفسه، وستخضع للراحة لمدة 3 أيام بأمر من الطبيب، ثم تعود لاستئناف نشاطها الفني من جديد. الفنانة مي كساب واحدة من أبرز نجوم التمثيل والغناء في مصر والوطن العربي، تميزت بخفة ظلها وطبيعتها على الشاشة، مما جعلها تمتلك عدد كبير من الجماهير من كل الأعمار. ولدت مي محمود حنفي كساب في 8 ديسمبر عام 1981 في محافظة طنطا. نشأت وسط عائلة تحب الغناء وتهوى الفن، مما جعلها تعشق الغناء وهي في طفولتها. امتلكت مي كساب صوت مميز ودافئ منذ أن كانت صغيرة، فقررت أن تستكمل مسيرتها بدخولها كلية التربية الموسيقية، حيث نالت إعجاب كل من يسمع صوتها، وكانوا جميعهم ينصحونها بأن تستكمل مسيرتها لأنهم عرفوا بأنها سوف يكون لها مستقبل كبير في عالم الفن. ظهرت مي لأول مرة على الشاشة من خلال الأغنية الرائعة غمض عينيه، والتي قدمتها في شكل ديو مع الفنان مجد القاسم، وكان اللون الغنائي الهادئ والكلمات والألحان المميزة بالإضافة إلى صوت الكل من مي ومجد عوامل تسببت في انتشار الأغنية بشكل كبير ليس فقط في مصر ولكن على مستوى الوطن العربي كله. فقد ساعد تصوير الأغنية على طريقة الفيديو كليب على نجاحها وانتشارها بشكل كبير. ومن هنا ظهرت مي كممثلة في مسلسل السيت كوم تامر وشوقية، اللي كان ببطولة النجم أحمد الفيشاوي ورجاء الجداوي.